ولكن هي مليون ما بقاش يبان لها شي حاجه، مليون تيبان لها لا شيء، مليون تيبان لها غير 4000 5000. قالت لي ودابا الا بغيتي ندعمك اجي ندعمك ب 40 مليون. وخويا انا بقى فيا الحال، علاش حقراتني؟ بقى فيا الحال علاش تحقرني؟ غير قلت لها ربي الفلوس. قالت لي هاكي منعم يهضر معك. دوزات لي فعلا المنعم، قال لي اها اختي نجيو عندك وندعموك والقناه ديالك الناس ديال. قال لي راه حنا الناس اللي كيخو تفرجوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. قال لي اختي الدعم راه تنديروه بمليون. قال لي غير من حيت انت ما عندكش، قال لي ولكن الناس غادي يدخلوا عندك وهادي وهادي. قال لي غتعطيني مليون وفلوس ترونسبور. مشاهدينا على اشواق تي في، اهلا ومرحبا بكم. اليوم حنا في زياره لنوال اللي كنا صورناها شحال هذا، يعني كانت كتستنجد بالمغاربه بعد المشكل اللي كان واقع بينها وبين ناعمه اللي معروفه في مواقع التواصل الاجتماعي. نوال اللي معروفه بمولات المليون، يعني بعد ما طلبت لها امي ناعمه مليون باش تحاول انها تدعم لها القناه ديالها. بعد الفيديو ديال اشواق تي في نوال عرفات واحد، يعني دخلات القلوب بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال الناس تعاونوا معاها والقناه ديالها طلعات. واليوم جينا نشوفوا الحاله ديال نوال، وكاين يعني مستجد اخر هو الفيديو اللي خرجت ناعمه كترد فيه على نوال بواحد الطريقه اللي غادي نحاولوا اننا نكتشفوا معكم التفاصيل ديال هذه الواقعه كامله من خلال هذا الفيديو هذا. نوال السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. اولا يعني جينا لقيناك تبدلتي شويه بعد داك الفيديو اللي درناه معاك، يعني كيفاش ولات نوال؟ كيفاش ولات الحاله النفسيه ديالها؟ اولا مرحبا بكم، مرحبا اشواق تي في، تنشكرك اخويا حمزه بزاف. وصراحه الحاله ديالي لا ماديا ولا معنويا، الحمد لله صراحه الله. والسبب السبب كيرجع ليكم الاشواق تي في، تنشكركم بزاف. والناس تعاونوا معايا داخل الوطن وخارج الوطن، تعاونوا معايا في القناه ديالي، تعاونوا معايا يعني صيفطوا لي فلوس صراحه الله. المهم نحمد الله ونشكره، الحمد لله والشكر لله. واخا انا باقا في نفس السكنه، ولكن لان الحاله النفسيه كما قلت لك والماديه، عاونوني ماديا ومعنويا وعاونوني في القناه ديالي، تنشكرهم. وتنشكر اشواق تي في، وتنشكرك اخويا حمزه بزاف، تنشكرك صراحه. انت هو السبب في هذا الشيء، هذه القناه هي اللي باش بنت انا الحقيقه ديالها. واخا كذبات وردات عليا ماشي مشكل، ولكن يعني بانت القناه ديالي وبزاف ديال الحوايج، يعني الصوت ديالي وصل لخوتي المغاربه. واخا كنتي معروفه بمولات المليون، الناس عارفينك بانه تطلبات لك مليون ديال السنتيم باش تطلع لك القناه ديالك. باش نذكروا الناس بداك الفيديو، تحاولي تعاودي لنا اكثر يعني كيفاش وقعت ديك الواقعه وكيفاش طلبوا لك هاد الناس مليون السنتيم. هذيك سيدي كان عام وسبع شهور وانا كنرغبها، عام وسبع شهور قلت لها عافاك يا امي نائمه الله يسهل عليك اجي عاونيني. وقلت لها راه ما عنديش وعندي القطره وهذه. راه المهم هي راه ردات عليا بداك الفيديو، راه يكونوا الناس شافوه. قالت لي كترد كديني باليوم غدا. المهم عام وسبع شهور، ديك الساعه كانت عندي الوالده مريضه وكنت في واحد الحاله، كنت كنغسل الماعن في واحد القهوه. قلت ربما انا ما بينت لها زعما الفلوس، واخا ناويه فاش غادي تجي عندي غنعطيها، ولكن ما بينت لهاش. ربما انا فاش ما بينت لهاش وقيله داكشي باش هي ما قلت لها، ولكن خلاص راه ضروري ما غنعطيك زعما. قالت لي ولكن هكا هكي منعم، الا كان بحال هكا هكي منعم. ديك الساعه مش حاله هذه كانت كتهرب مني، كتقول لي مشاهده طايحه، انا دابا الناس ما تنبغيش ندعمهم. يعني اللحظه اللي ذكرتي لها الفلوس قالت لي كندوز لك السيد باش انه يتفهم. جاوبت معايا مش عام وسبع شهور، دياني غير باليوم غدا. كتقول لي الشهر انا غدا لي، انا جايه من هنا، انا دابا عندي الرونديفو ديال الناس بحال هكا. كنقول ماشي مشكل، ولكن غير قلت لها مليون، غير قلت لها ربي الفلوس، قالت لي هاكي منعم يهضر معك. دوزات لي فعلا المنعم، قال لي اها اختي نجيو عندك وندعموك والقناه ديالك الناس ديال. قال لي راه حنا الناس اللي كيخو تفرجوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، القناه ديالك تطلع وتولي مزيان. قلت لها الا كان هكا، قلت له خويا جيو عندي الله يسهل عليكم. قال لي ولكن تفهم معاك هنا على الفلوس ولا مازال ما جبتوش الفلوس كاع؟ لا ما جبدناش. قلت له انا خلاص راه ضروري ما غادي زعما نعطي، بينت ليه ديك الساعه فاش هضرت معاه بينت له بلي راه نعطيكم الفلوس. قال لي اختي الدعم راه تنديروه بمليون. قال لي غير من حيت انت ما عندكش، قال لي ولكن الناس غادي يدخلوا عندك وهذه وهذه. قال لي غتعطيني مليون وفلوس ترونسبور.
انت عندك المليون اللي تعطي انا للناس؟ ما عنديش مليون اللي غنعطي، كون عندي مليون كون داويت امي اللي كانت ناعسه هنايا، كانت مريضه باغا تشري غير دواء واحد ما لقاتوش، ويعني هي اكتشفت فيها الخير، قلت ربما انا غادي يعني غنحكي لها وغادي نبين لها لحقاش هي شحال هذه الناس كانت كتقول لهم انا راه عطاني يونس غير 20000 ريال كل مره كنمشي نحلها كنحل الماريو باش نشوفها، يعني انا دابا هي قلت زعما تكون راعت لذاك الشيء، ولكن هي مليون ما بقاش يبان لها شي حاجه، مليون تيبان لها لا شيء، مليون تيبان لها غير 4000 5000 هادشي اخويا. واخا من بعد فاش طلبوا لك مليون شنو درتي معاهم؟ صافي انا ما عنديش، انا ما عنديش، قلت لها انا مليون ما غاديش زعما ما عنديش، بحال دابا كنت طلبات لي انا شي 1000 درهم 1500 درهم عوالا نعطيها لها ماشي مشكل، كنت خدامه ديك الساعه قلت زعما غنشد اللي هو انا شهري وغنزيد نسلف من نمشي 10000 ريال نعطيها لها حيت ضروري بحكم بنادم جا عندك وركب وبالغدا ديالو، فهمتي اخويا؟ يعني كان هي القليله غتعطيها مليون و10000 ريال وخصك عاوتاني شنو طيب لها، مشات لك مليون و20000 ريال، انا داكشي ما عنديش، ولا عطيت 30 20000 ريال ضروري حيت بنادم جا عندك وخسر المازوت ضروري تعطيها، راه ما يمكنش بنادم يجي عندك وما تعطيهش. ولا ترحبي بها حتى انت في الدارات؟ ولا نرحب بها، ولا ندير لها، والله الا كندير بروغرام ندير لها هادي وندير لها هادي، يعني غدا ولا عشاء ولا كسكرو ضروري منه، راك عارف حنا المغاربه راه واخا ما يكونش عندك تقطع فيها وتمشي دير يعني تكبر بها. هاد الشيء اخويا اللي كان ساعه صدماتني فاش قالت لي مليون صدماتني، والمشكل اللي كدير كتمسح الاضويات من عندي ومن عندها، يعني حتى فاش جيت نهضر انا وهضرت داك الفيديو قالت لك لا عندك شي دليل حطيه، هي كتمسح الاضويات من عندي ومن عندها، ما عنديش انا الحل كيفاش ندير. واخا بعد داك الفيديو اللي درنا معاك بخصوص هاد الشيء اللي عاودتي لنا دابا، خرجات هي بفيديو اخر كترد على داك الشيء اللي قلتي لها انت، يعني هي كتنفي بان طلبات لك مليون ديال السنتيم وكتنفي بان فهمتي، هي قالك لا عندك شي دليل جبديه، انا ما طلبتش مليون ولا عندك شي دليل، لاني الدليل الاضويات مسحه، هي عارفه راسها مسحاتهم، وانا بحكم عندي زعما شي تيليفون ولا يبقى في اضويات، ولا واخا مشيت عند السيد يردهم ليا قال لي ما يمكنش حيت التليفون ديالك ماشي زعما شي تيليفون اللي هكا مجهد. صافي ديك الساعه فاش قالت لي بحال هكاك وردات عليا بواحد الفيديو قالت لي راك سمعت راه وريته لك اخويا حمزه، قالت لي شنو قالت في هذا الفيديو؟ باش حنا عارفين بلي الفيديو كاين. انت قلتي راه انت على من ردات في ذاك الفيديو، شنو كانت كتقول في ذاك الفيديو؟ قالت لي انا داك انا ما طلبتش اولا مليون، قالت لي وانت حراميه، قالت لي انت راكي حراميه، قالت لي ودابا الا بغيتي ندعمك اجي ندعمك ب 40 مليون، فهمتي؟ وخويا انا بقى فيا الحال، علاش حقراتني؟ بقى فيا الحال علاش تحقرني؟ وبقى فيا الحال ماشي المغاربه من المغاربه، بقى فيا الحال علاش القنوات الكبار زعما ما يتعاونوش معايا حيت انا قناتي صغيره، علاش هما ما يهضروش عليا ما يديروش البارطاج؟ بارطاجوا لي شي ناس في الفيسبوك صراحه الله، ولكن يعني دوك القنوات الكبار اللي كيشوفوا غير شي واحد اللي داير البوز هما اللي تيمشيو يهضروا عليه، علاش انا ما يهضروش عليا؟ لحقاش انا خويا محتاجه وعندي بنتي مريضه في راه كلشي عارف هذا الشيء، عندي بنتي مريضه في الكريز في القلب، يعني راه طاحت لي المدرسه راه كلشي الجيران ولا عارفين هذا الشيء، يعني غير كاينه وحده كناخذها لها ب 100 درهم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.